لا هي مش هامبرجر وبيف برجر، ده حوار تاني خالص مليان غزوات وحروف. تعال اقولك هو الهامبرجر جه منين. سواء عارف المعلومة او حابب تهبدها، كده كده صح ان مسمى كلمة هامبرجر جه من مدينة هامبرج الالمانية، عشان دي اول مدينة ابتدت تنتج وتصنع قوالب اللحمة المفرومة الدائرية اللي اكتسبت الاسم ده في اواخر القرن ال18. والحوار ده لوحده عمل هيصة كبيرة في كتب التاريخ، عشان نعرف مين هو صاحب الاختراع اللي كل العالم ما يقدرش يعيش من غيره النهاردة ده. فيجي حد يقولك ده كان مهاجر دنماركي اسمه لويس لاسين، عنده محل كده اسمه لويس لانش سنة 1895، والواشنطن بوست بجلالة قدرها تطلع تكذبه. واللي يقولك ده كان أوسكار بيلبي ولا أوتو كواس ولا تشارلي ناجرين ولا زكي جمعة. بس ببساطة الموضوع كله مش هيفرق، عارفين ليه؟ عشان الهامبرجر موجود قبل الناس دي بكتير قوي، يجي 500 سنة كده واكتر. ازاي ده بقى؟ عارفين جنكيز خان؟ ايوه هو ده، زعيم الامبراطورية المغولية في القرن ال12. عمنا جنكيز خان كان بيخزن لحمة مفرومة في شويل تحت الحصان بتاعه هو وجنوده أثناء رحلته، وتقريبا كده عشان كانوا بيكسلوا يسووها ابتدت تطلع فكرة انهم يشكلوها على شكل أقراص وياكلوها نية، وهي أي حاجة تقضي الغرض. ومن خلال سبل التجارة وصل اختراع المغول لروسيا اللي عملوا منها ستيك التارتار، وتارتار وتاتار دي مش صدفة على فكرة. وبعدين وصل لألمانيا اللي هي فيها هامبرج، وهم بقى هامبرج.